على باب مصعد الفندق رأته صدفة حين كانت تؤدي مناسك العمرة مع الشاعرة عليا الجعار، فرحت وشعرت بأن القدر رتب هذا اللقاء حتى تتخلص من حالة القلق التي تشعر بها منذ فترة. رحبت به وبادرته قائلة: عم الشيخ، أنا شادية. فبادلها التحية وطلبت منه أن يدعو لها بالمغفرة والرحمة، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعد هذا اللقاء توالت الأحداث والمواقف حتى قررت الفنانة شادية اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء نهائيا. كانت شادية قبل هذا اللقاء تشعر بالقلق وفارق النوم عينيها، حتى كانت تقوم ليلا باكية خاصة بعد وفاة شقيقيها محمد وطه، وشعرت بالرغبة في زيارة بيت الله الحرام هناك قابلة الشيخ الشعراوي صدفة. وبعد هذا اللقاء ذهبت لإجراء جراحة بأمريكا وقضت معظم وقتها في قراءة القرآن والصلاة فشعرت بالراحة، وقررت وقتها ألا تغني سوى الأغاني الدينية. وبالفعل عادت لتقدم أغنية خد بإيدي والتي كانت آخر ظهور لها في الليلة المحمدية عام 1986، وبكت وهي تردد كلمات الأغنية. ورغم أنها كانت اتفقت مع الشاعرة عليا الجعار على عدد من الأغاني الدينية، إلا أن كل محاولاتها لحفظ الكلمات باءت بالفشل، فذهبت لاستشارة الشيخ الشعراوي وأخبرته بأنها لم يعد لديها رغبة في الغناء وفقدت قدرتها على الحفظ، وأنها وعدت الجمهور بغناء الأغاني الدينية ولكنها لا تستطيع الوفاء بهذا الوعد. فأجابها إمام الدعاة بأن الوفاء بوعدها لله أولى من الوفاء بوعدها للناس. فخرجت النجمة وقد قررت الاعتزال وعدم الظهور نهائيا. ورفضت الفنانة شادية كل محاولات إعادتها للأضواء حتى وإن كان بقراءة أدعية دينية للإذاعة، حتى أنها لم تحضر الاحتفال بتكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي. وأصبحت تستشير الشيخ الشعراوي في كل كبيرة وصغيرة، وهنا انطلقت الشائعات لتؤكد زواج الفنانة شادية من الشيخ الشعراوي، حتى أن البعض سأل الشيخ عن صحة هذه الشائعة فأجاب: زواجي من شادية شرف لا أدعيه، في حين لم تصدر الفنانة شادية أي تصريح ينفي أو يؤكد ذلك. وفي حوار مع محمد عبد الرحيم الشعراوي حفيد إمام الدعاة حول هذه الشائعة وأسبابها، فأجاب: الفنانة شادية كانت جارتنا، حيث كانت تسكن بالقرب من المريوطية، وكانت أحيانا تأتي لزيارة الشيخ وطرح الأسئلة عليه، ومع بعض الفنانات، حيث كانت تصطحب أحيانا الفنانة سهير البابلي والفنانة كريمة مختار. وأوضح حفيد الشعراوي اليوم السابع أن شادية زارت جده حوالي 6 مرات، وكانت تسأله في أمور الدين، وسألته بعد أن أفتاها بعض الشيوخ بأن الأموال التي جمعتها من الفن حرام وأن عليها أن تتخلص منها، فأفتاها جدي بأن تحتفظ بما يضمن لها حياة كريمة ومستوى لائق، وتحتفظ بمن يعملون لديها ويخدمونها، وأن تتبرع إن أرادت بما يزيد عن ذلك. مضيفا: جدي قال للفنانة شادية: مش معقولة بعد الاعتزال تتبهدلي في نهاية حياتك. وأكد محمد عبد الرحيم الشعراوي أن العديد من الشائعات انطلقت حول جدي في حياته وبعد مماته، زوجوه من بعض الفنانات والأميرات. وكان جدي عندما يسمع هذه الشائعات يضحك ويقول: ليس لدي ما أعطيه لهن وليس لديهن ما يعطونه لي، مشيرا إلى أن البعض حاولوا النيل من الشيخ الشعراوي بإطلاق بعض الشائعات. وانطلقت الشائعة حول زواجه من الفنانة شادية لأنها كانت من أوائل الفنانات التي اعتزلن وأشهرهن. وأضاف: جدتي توفيت عام 1977 وبعدها تزوجت دعوة ولم يكن مفارقه، حيث كان أبناؤه وأحفاده يعيشون معه وكان والدي يرافقه في كل جولاته ولقاءاته. شادية مولودة 8 فبراير 1934، ممثلة ومطربة مصرية تعتبر من أهم فنانات مصر، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما. لها شقيقة طلعة عفاف شاكر عملت كممثلة ثم اعتزلت المجال الفني. دي شادية طبعا دلوعة السينما، وهنا ديت أختها عفاف شاكر تشبه لها كتير، وهنا في فيلم من أحد أعمالهم. تحكي شادي عن أول قصة حب في حياتها قائلة: تعلقت في بداية حياتي بحب رومانسي لضابط شاب من أبناء الجيران اسمه أحمد، ولم يعلم أحد بأمره. ويوم عرض الفيلم الأول لي صفق لي الجمهور وناداني لأول مرة باسم شادية، وعند عودتي إلى منزلي مع شقيقي طاهر وشقيقتي عفاف وأنا في شدة الفرح، فوجئت بخبر مؤلم، فقد مات أحمد الضابط بالجيش الذي أحببته في إحدى المعارك بحرب فلسطين عام 48. فبكيت بكاء حارا، فكان أحمد هو الشخص الوحيد الذي أحببته والذي رفضت من أجله جميع من تقدموا لخطبتي. تزوج عماد حمدي من شادية رغم أنه أكبر منها بأكثر من 20 سنة، إلا أنها أصرت على إتمام الزيجة رغم رفض عائلتها، وتزوجها في حفل عائلي متواضع
بدون زفة. ده زوجها الأول عماد حمدي، كان فتى الشاشة، كان يكبرها ب20 سنة. وودع عماد حمدي في الأشهر الأولى من زواجه من شادية أزمة مالية شديدة بسبب أموال النفقة الشرعية والتي طالبت بها طليقته الفنانة المعتزلة فتحية شريف، وبلغت قيمتها وقتها 1000 جنيه. وحاولت شادية مساعدة زوجها لكنها لم تفلح في حل الأزمة، وبدأت الأعباء المادية تتزايد ونشبت المشاجرات بين الزوجين، وتنبأ الجميع بانفصالهما. لكن استمر الحب بين عماد حمدي وشادية حتى مرت تلك الأزمة بسلام. لكن هذا الزواج لم يستمر طويلا، حيث دبت الخلافات بينهما بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة. وكانت النهاية في علاقتهما عندما صفعها أمام أصدقائهما في إحدى الحفلات، وبالفعل قررت شادية الانفصال رغم محاولات عماد حمدي الرجوع إليها. بعد انفصال شادية عن زوجها الفنان عماد حمدي بفترة، ارتبطت بالفنان الراحل فريد الأطرش عاطفيا، وكان لهذا الحب مفارقات كبيرة، حيث أنها لم تكن من هواة أغانيه ولا تفضلها. في صورة نادرة ليهم مع بعض. كونوا ثنائي جميل، لكن أنها عندما اقتربت منه وجدت فيه صفات أخرى شجعتها للتقرب منه. الصحافة لم تترك شادية والأطرش في حليمة، فكان ماجدة خصبة لهم. وقد رحب الاثنان بذلك ورافقته شادية في حلقات سباق الخيل وسهراته المشهورة، وبدأ الاثنان يفكران في الزواج. وسافر فريد من أجل إجراء الفحوصات الطبية، وكان يرسل لها البرقيات اليومية كعادة العشاق. وبعد عودته من السفر، مارس فريد الأطرش هوايته في السهر والحفلات، مما أدى إلى انتهاء هذا الارتباط العاطفي، لأن شادية كانت تحتاج لبيت هادئ ترجع ليه آخر النهار، ولا تقدر على سهرات فريد الأطرش اليومية. كانت شادية تعيش في شقة بنفس العمارة التي يسكن بها فريد الأطرش، مما جعل الشائعات تقول أنهما عقد القرار. وانتهزت شادية في سفر فريد الأطرش لتبيع الشقة وتسكن في مكان آخر، محاولة بذلك إسدال الستار على قصة لم تكتمل. عند فشل قصة حب شادية وفريد الأطرش، فاجأت دلوعة السينما الجميع لزواجها للمرة الثانية عام 58 من عزيز فتحي، والذي كان يعمل مهندسا بالإذاعة. ده عزيز فتحي زوجها الثاني بعد عماد حمدي. وكانت تعرفت عليه في سهرات فريد الأطرش الذي كان يتردد عليها بصحبة خالتيه الفنانتين ميمي وزوزو شكيب. وكان عزيز فتحي يظهر شادية بعدة أعوام، وابن أحد العائلات العريقة، فوالده المستشار محمد فتحي، وكانت بداية الحب بينهما على شاطئ ستانلي بمدينة الإسكندرية. وبعد فترة تعارف لم تزد على 10 أيام قرار الزواج، وباركت البصرتان زواجهم، ولم يمر وقت طويل حتى وقعت المشاكل بين شادية وزوجها، بعدما علمت أنه كان متزوجا من أخرى قبلها ولم يخبرها بذلك. وزادت المشاكل بسبب ضيق عزيز فتحي من شهرتها، وحاولت شادية الحفاظ على هذا الزواج لدرجة أنها حاولت فتح المجال لزوجها للعمل بالسينما، وبالفعل أجرى اختبارين أمام الكاميرا لكنه فشل فيهما، وأدى ذلك لردة فعل سيء عنده، وبدأ يتدخل في عملها ويقيد من حريتها. فلم تجد حلا سوى الطلاق، ورفض في البداية، لكنها أقامت دعوى قضائية استمرت بالمحاكم فترة طويلة، ولم تنتهي إلا بتفاقد بين والد الزوج ووالد شادية. رغم قرار شادية بالتفرغ بشكل كامل لفنائها، لأنها وقعت في الحب للمرة الثالثة، وكانت بطل هذه المرة الفنان صلاح ذو الفقار. برضه كونوا ثنائيات جميلة في السينما، مراتي مدير عام وغيرها. حيث تحولت قصة الحب الشهيرة بين أحمد ومنى في فيلم أغلى من حياتي لقصة حب حقيقية في الواقع، واندلعت شرارة الحب بينهم أثناء تصوير الفيلم، واستمرت قصة الحب شهورا عديدة حتى توجت للزواج. عاشت شادية وذو الفقار حياة سعيدة جدا، لكن حدثت الأزمة عندما شعرت شادية بالحنين للإنجاب، ورغم أن الأطباء أكدوا لها خطورة الحمل على صحتها وأن جسمها الضعيف لا يقوى على احتمال الإنجاب، خاصة أنها حملت مرتين من قبل من زواجها من عماد حمدي وعزيز فتحي ولم يكتمل الحمل، وأصرت شادية على الحمل وكانت سعيدة مع الشهور الأولى. لكن في الشهر الرابع يسقط الجنين لتعيش بعد ذلك في حالة نفسية وعصبية سيئة، وينعكس ذلك على حياتها الزوجية، ويتم الطلاق الأول بينهم. وبعد تدخل المقربين تعود المياه لمجاريها، وبعد عامين حدث الطلاق الثاني عام 72، لتقرر بعدها عدم الخوض في تجارب الحب والزواج والإنجاب. واعتادت شادية على رفض المشاهد التي تنسب ارتداء الشورت او المايو، وكانت تمسك بالقلم الاحمر وتشطب على تلك المشاهد في ورق السيناريو.
وتقول إنه إذا ما أصر المنتج أو المخرج أن ينفذ الفيلم بهذه المشاهد فسوف يبتعد عن تمثيل الفيلم نهائيا. وذكرت مجلة الموعد عام 69 أن شادية عرض عليها أحد المنتجين بطولة فيلم لا يضم مشهدا فيه شرط، وعجبتها القصة ووافقت على السيناريو، ولم يبقى على بدء التصوير سوى أيام قليلة. وفي هذه الأيام القليلة اتصل بها مساعد المخرج لكي يرجوها أن تكون في اليوم المحدد للتصوير في الاستوديو وهي مرتدية فستان ميني جيب، لكنها رفضت بشدة. وحار على المخرج إلى بيتها لكي يحاول أن يفهمها ضرورة ارتداء مثل هذا الفستان، لأن الفيلم يصور عام 69 وليس هناك فتاة في هذه الأيام لا ترتدي هذا النوع من الفساتين. وإذا ما صور الفيلم بالفستان العادي فقد يعتقد الناس أنه فيلم قديم. وزادت شادية في التصميم على الرغم، وقالت للمخرج أنها لديها أزياء خاصة تراها منسجمة مع نفسها وأسلوبها، ولا تريد أن تخرج عنها في أي من الأحوال. ومن القصص الطريفة أن صلاح ذو الفقار كان يخشى من أن يخسر زوجته شادية ويطلقها فعليا بسبب أحد المشاهد في فيلم كرامة زوجتي عام 67، حيث كان من المقرر أن يطلق كلمة أنت طالع على شادية وهي في هذا الوقت كانت زوجته، وخاف من أن يحدث الطلاق بالفعل. وتردد صلاح ذو الفقار كثيرا قبل أن يقدم هذا المشهد وألغاه، حتى أنه جلس مع شيخ من علماء الأزهر واستشاره في هذا الأمر، وأكد له الشيخ أن هذه الطلقة ستكون تمثيل ولن يؤخذ بها في الشرع على الإطلاق، وطمأنه. ولذا قرر صلاح ذو الفقار تصوير المشهد الذي أرقه لأيام طويلة خشية من وقوع الطلاق. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس ليصلكم كل جديد.